استاذ نحن بأي موقع؟ احنا في موقع مستشفى البتول في الجانب الايمن من محافظة نينوى. تتحدث عن سير العمل بهذا المشروع؟ العمل يتكون من 4 بنايات، بناية خدمية تقريبا كامل البناء مالتها، موقع عندنا اعمال فينش بيها. البناية الثانية هي بناية العيادات الخارجية والمختبرات، تقريبا باشرنا باعمال فينش. عندنا البنايتين الرئيسية، البناية بي وسي، هذني بنايات غرف العمليات والردهات. المستشفى تتكون من 220 سرير، هي مستشفى البتول للولادة. سرداب أقوله شنو؟ طابق أرضي؟ طبعا عندنا طابق أرضي وسرداب. بناية تتكون من 4 طوابق إضافة إلى الأرضي والسرداب، بناية ثانية من 7 طوابق. السرداب استخدامه راح يكون استخدامات خدمية للصيانة، المطابخ، غرف المكوى والتنظيف راح تكون، بالإضافة إلى مخازن. طيب البناية القديمة أستاذ؟ نعم، البناية القديمة احنا عندنا تقريبا هي كانت 3 بنايات قديمة. البناية الأولى هي طبعا باشرنا بهدمها من بداية 2019، بداية المشروع. بعدين توقفنا بسبب تعرف وباء كورونا، باشرنا بالأعمال الحفر تقريبا بال 2020 بالبنايات القديمة اللي هي بناية أي وبناية دي. البنايات الأخرى أجى بيها موافقة الهدم إلى نهاية 2020، بدأت المباشرة بالبناية الرئيسية اللي هي الردهات وغرف العمليات بداية 2021. أستاذ ذكرت بسبب كورونا وبعض التوقفات اللي حصلت، هسه حاليا متأخرين عن جدول العمل لو ماشي مع جدول العمل؟ لا لا، الحمد لله احنا الآن متقدمين عن جدول العمل مع التوقفات اللي شغالين ليل نهار ايام العطل، شغالين لنحاول انه بقدر المستطاع انه نكمل هذا المشروع لخدمة المحافظة ان شاء الله. ان شاء الله. حاليا نسبة العمل ايش قد؟ تقريبا 35% نسبة انجاز العمل ان شاء الله. من المقرر؟ من المقرر انه يعني بداية 2023 نهاية هذه السنة نحاول ان شاء الله يكون المشروع جاهز للاستخدام ان شاء الله. العمل راح يتضمن تجهيز معدات؟ احنا كعمل مقاول الرئيسي وهو البناء، الاعمال الفينش، بالاضافة الى المكائن اللي هي مثلا مكائن التبريد، البويلرات الميكانيكية والمحولات المولدات، لكن الأجهزة الطبية لا، مو من اختصاصنا، اختصاص يعني وزارة الصحة إن شاء الله.